حتى أن فيه مادة، هذه البيتا غليكان، مادة تشبه الأنسولين، تحل محل الأنسولين، خفض كوليسترول وحبوب ديزد السرطان، حبوب تنشط الجسم. استخراج هذه المادة، استخراجها كيماويا وبيعها للناس بثمن ولو مرتفع لكي يأخذوها أصحاب قلب الشرايين، فممكن أن لا يجرى العملية. فوالله أضمن لهم أن السرطان لن يظهر عليهم ولن يشيخوا أبدا. جيد شعير، حتى أن فيه مادة، هذه البيتا غليكان، مادة تشبه الأنسولين، تحل محل الأنسولين في الشعير، وكذلك ضد السرطان. فإذا أراد الشخص، كان عنده أنيميا من الحديد، عوز من الحديد، فالأطباء ينصحون بالعدس، وأنا أنصح بدجاج طبيعي بلدي والشعير، وكذلك يعني العدس يأتي في المرتبة الخامسة، كذلك عسل داكن، العسل داكن غني بالحديد. فهذه هي منتجات المصادر الأساسية، ليس الإسبانخ كما تسمعون، هو كذب، ليس الإسبانخ وليس العدس، فالعسل الداكن والشعير والعسل الداكن والعسل الداكن والشعير والدجاج الطبيعي، هذه عناصر أساسية في بالنسبة للحديد، حتى أن كان هذه الأشياء كانت تعطى للمرأة التي تضع، وكذلك للطفل لما يختن كنا نعطيه مرق دجاج بلدي في حلبة وفي عدس كي يشربوا، لأنه يستعيد ما أضاع من الحديد، لأن الدم يضيع الحديد. فلماذا لا نرجع لهذه الأشياء، وهي الآن أقرها طب الحديد، أصبحت يعني جارية، مسائل من بالنسبة لعلم الحمية وعلم التغذية، فأصبحت مسائل يعني علمية وحديثة وجيدة، ننصح بها الناس. فحتى عيادات علم الحمية الآن ننصح الذين أجروا عملية جراحية أن يأكلوا دجاج طبيعي بعد العملية الجراحية، هو جيد يعني. والطبيب الأطباء كانوا ينصحون بهذا، لكن لما أصبح الدجاج تغير فأصبحوا لا ينصحون بهذا الدجاج، فعلى الأقل سكتوا عن يدي. لكن إذا كان الدجاج بلدي، هذا يعني دجاج طبيعي، فممكن أن يأخذ الشخص بعد العملية الجراحية مرق دجاج بلدي يشربه، يكون جيد، لأنه سيستعيد الحديد الذي أضاعه في الدم، ومكونات بروتينية جيدة ستساعده إن شاء الله على أن يكون يعني يستعيد على الأقل ضغط عادي، يعني إذا كان تحت التغذية بالسيروم، فعلى الأقل هذا الشخص لا يبقى تحت التغذية بالسيروم لمدة أسبوع، يعني مدة 5 ساعات أو 6 ساعات، فممكن أن يتفادى هذه الأشياء بعد 10 ساعات. فالبروبيوتيكس هذه مواد جيدة الآن حديثة، أن بعد التخمرات والبكتيريا اللبنية هي تعطي مواد صحية. لما نخمر الحليب ونمخض هذا الحليب نحصل على لبن وزبدة طبيعية، فهذا اللبن فيه مكونات جيدة للجسم، لكن الناس لا يستهلكون لبن الآن، أصبحوا لا يستهلكون لبن، واللبن هو أعلى ما يكون في درجات التخمر بالنسبة للمواد الحليبية أو المواد اللبنية، اللبن أعلى من كل من كل من كل المكونات. ثم الزبدة، هذه الزبدة التي كنا نستخرج، ليس فيها، يا إخواني، ليس فيها كوليسترول، الزبدة البلدية، الزبدة التي نمخض الحليب المخمر طبيعيا، ليس فيها كوليسترول، لأن البكتيريا اللبنية تزيل الكوليسترول، نالية تأخذ الكوليسترول وتتغشى به البكتيريا اللبنية، تسمى بالإنجليزية كوتين، يعني تتغشى بهذا الكوليسترول وهي تزيله من الزبدة. ولما نخمر الزبدة أو نملحها لتصبح سمن، فالسمن فيه 0% من الكوليسترول، ومن الناس من يقول أن حتى السمن عالي، يعني حللناه في مدينة الدار البيضاء ووجدنا فيه كوليسترول، لأنه سمن ليس من الزبدة الطبيعية، إنما من الزبدة الصناعية الأخرى، أو ربما مغشوش أو شيء من هذا القبيل. لكن سمن العريق الطبيعي القديم المغربي المعروف ليس فيه هذا، بل هو دواء السمن بداء. وننصح بأصحاب الربو اللي عندهم ربو أن يأكلوا السمن هذا، إذا كان جيد يجب أن يتحروا جودة هذا المنتوج، إذا كان جيد، إذا كان سمن يعني الذي نسمي السمن حار، هذا إذا كان جيد فيستهلكوه أصحاب الربو، فهو جيد لأصحاب الربو.
بعد الأشياء التي أضيفت للتغذية وأصبحنا الآن نشتكي منها، حديد في الطحين، فيتامينات في الزيت، ريبوفلافين في الحليب، أصبحنا نشتكي من الحديد. نأتي الآن على بعض الحبوب التي تعرفونها جيد، تعرفونها جيد وهي طبية، حبوب نافعة ولكن لا يستهلكها الناس، حبوب منشطة مثل الفلاكسيد، تعرفوا هذه يعني الصورة من جيد، زريعة الكتان تعرفوها ولا؟ هذه حبوب جيدة إخواني ضد الكوليسترول، خفض الكوليسترول، وحبوب ضد السرطان، حبوب تنشط الجسم، تسخن الجسم جيدا، يعني هذه تنشط الجسم هذا الفلاكسيد. يعني الأبحاث الآن ما شاء الله حول هذه، يعني حتى الألياف الخشبية، هذه الألياف الخشبية ديال الفلاكسيد هي جيدة بالنسبة لأصحاب القبط والإمساك. ولا لماذا لا يستهلك الناس هذا المنتوج في المغرب؟ نحن ننتج في المغرب، ننتج هذه الحبوب، لماذا لا يستهلكها الناس بكثرة وتعطوها للأطفال وللنساء؟ وحتى المصابين بسرطان يجب أن تدخل هذه في الوجبة الغذائية اليومية. وزيت الأسماك، المغرب منتج للأسماك، لماذا لا نستهلك هذه المنتوجات الطبيعية؟ والمغرب عليه بدل بلد منتج للأسماك ولا يستهلك أسماك. الأونيون يعني هذا الجارليك هو الثوم، الثوم الأحمر، فإذا كان مغربي طبيعي جيد فيأكل به الناس، لماذا لا يطبخوا به؟ أو على الأقل الأشخاص الذين ظهرت لديهم أعراض مثل سرطان أو مثل أشياء مثل هذا القبيل، فيجب أن يكون الأكل يعني نظام غذائي فيه ثوم أحمر، يساعد بكثير على تسريع الشفاء. هذه المادة تعرفونها كثير، ولكن على أين النساء لا أصبحت لا تطبخ بهذا لهذه المادة، هذه مادة ضد السرطان، مادة عجيبة، لكن في ما يعني عوض هذه المادة فأنتم تشترون كيس صغير الذي تكلمت عنه منذ قليل، كيس صغير فيه مادة صفراء تضيفونها للأكل، وهو المادة القاتلة التي لا ننصح ولا نريدها أن تستعمل في الطبخ المغربي، وتتركون هذا 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 هذه التوابل العجيبة التي تقي من السرطان. بريفنتيف كانسير، بريفنتيف هي تحد وتكبح ظهور سرطان، على عكس الإبزار، الإبزار هو يظهر يسرع سرطان، الإبزار يسرع سرطان، فالأشخاص المصابين بالسرطان يجب أن لا يقربوا الإبزار، شيء خطير بالنسبة لمادة السرطان. سيليبينين موجودة في الخرشوف وفي عليهم مادة الخرشوف ولا حتى في ثمار الخرشوف، والسيليبينين هذه تزيد في الأبوبتوزيز، ما معناه أن حتى مناعة الجسم ترتفع، ومن طبيعة الحال بروستات كانسير يعني ليس بروستاتا فحسب وإنما أنواع أخرى من 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 السرطانات. ريزفيراترول، مادة ريزفيراترول هي الموجودة في قشور العنب التي تكلمت عنها منذ قليل، موجودة في قشور العنب وفي حبوب العنب بكثرة، والريزفيراترول تخفض من كوليسترول، ولذلك تسمعون أن بعض المضللين يقولون أن الخمر تفيد أصحاب كوليسترول وتفيد أصحاب قلب الشرايين، ليس الخمر، ليس الكحول، إنما مادة ريزفيراترول موجودة في العنب التي تكون في الخمر، هم استعملوا هذه الحقيقة العلمية ليضللوا الناس، ليقولوا الناس يشربوا الخمر فإنها تقي من أمراض القلب والشرايين. لا يمكن أن يكون الخمر شفاء أو دواء، لا يمكن، من المستحيل، فهو داء وهو رجس ولا يمكن أن يكون أن يشفي من الأمراض. فالخمر فيه مادة ريزفيراترول، نعم، لأنها أتت من قشور العنب، فإذا أكلتم قشور العنب وحبوب العنب فمادة ريزفيراترول موجودة في العنب طبيعيا، وهي تقي من سرطان وتخفض كوليسترول، تخفض كوليسترول يعني بشيء ملحوظ، وأصحاب قلب الشرايين يكونوا مرتاحين إذا تمكننا، يعني إذا تمكننا من استخراج هذه المادة، استخراجها كيماويا وبيعها للناس بثمن ولو مرتفع لكي يأخذوها أصحاب قلب الشرايين، فممكن أن لا يجروا العملية، ممكن أن لا يجروا العملية، فهي تحول دون انسداد الشرايين ودون ظهور هذه الحصى داخل الشرايين لتسد جريان الدم. الشاي الأخضر كما قلت، الشاي في حمض الطانيك، والشاي مادة طبية، ولا تثقوا بالأكاذيب التي تقول لكم أن لا تشربوا الشاي بعد الأكل فإنه يشد الحديد، فهذا كذب وباطل، ليس علم. لو شرب الناس شاي بالعسل فوالله أضمن لهم أن السرطان لن يظهر عليهم ولن يشيخوا أبدا. ضد الشيخ يعني يكون بالتمر، نعم، لما لا؟ نعم.